السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال والمدير العام لشركة قمة التميز للخدمات التجارية، وهو السيد أحمد حسن أريالات، وهو أشهر من أن يعرف كمالك هذه الشركة. سيد أحمد حسن أريالات، بالبداية نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد أحمد حسن أريالات؟ أنا أحمد حسن أريالات، خريج جامعة الهاشمية. نعم. إدارة. نعم. صاحب شركة قمة التميز للخدمات التجارية. نعم. يعني سيد أحمد حسن أريالات، نتحدث الآن عن تأسيس هذه الشركة، شركة قمة التميز للخدمات التجارية. هي تأسست حديثة لمساعدة الأيدي العاملة. نعم. وتقليل من حدة البطالة. نعم. بالبلد. جميل. سيد أحمد حسن أريالات، نتحدث عن أبرز خدمات هذه الشركة، شركة قمة التميز للخدمات التجارية. هي خدمات لكبار السن. نعم. والخدمات اللوجستية للفنادق. نعم. والمستشفيات والمراكز الصحية. نعم، يعني أبرز المشاريع التي قمتم بها مؤخرا في هذه الشركة. احنا الان شغالين على فندق انتركونتيننتال. نعم. وعلى الكافتيريات جامعة عمال الأهلية. نعم. والحمد لله رب العالمين، يعني وفرنا كادر مؤهل للعمل بالتضييف وتنظيف. نعم. للمناسبة. نعم نعم، نتحدث ايضا شو بتتميز شركة قمة التميز، اسم مسمى للخدمات التجارية، عن شركات اخرى في هذا القطاع، بما احترامي لكل الشركات في هذا المجال. هو هدفنا بالبداية هو قمة التميز. نعم. يعني بالخدمة اللوجستية المناسبة. نعم. بمستوى رفيع. نعم، بالذوق الرفيع. أكيد. بالذوق. نعم، يعني سيد أحمد، كيف ترى تطور هذا القطاع، قطاع الخدمات التجارية، هل هو متطور بالشكل الملحوظ؟ هو سابقا كان ضعيف بالخدمات، بس هي بالزمن الجديد بحاجة إلى الناس. نعم. شو السبب سيد أحمد؟ السبب عشان تقديم الضيافة، وتعرف انه هالسيات اكثرنا موظفين، كان. نعم. الزوج او الزوجة. نعم. فبحاجة لانه يلقى ناس يراعي والده المسن في البيت. نعم. او يقوم بمناسبته المنزلية من ناحية فردية. نعم. للمنازل. نعم. من ناحية اوتيلات والمستشفيات بنقدمها لخدمة الطعام والشراب. نعم. وخدمة التضيف والتنظيف. يعني كيف ترى إقبال شتى القطاعات للخدمات التجارية، هل يوجد إقبال؟ نعم، يوجد إقبال. يوجد إقبال كبير جدا. نعم. سيد أحمد، هل تواجهون أي مشاكل أو معوقات من جهات معنية تواجه هذه الشركة؟ لا لا لا، يوجد أي مشاكل. لا يوجد أي مشاكل. يعني نعم، الكل متعاون. الحمد لله. الحمد لله. نعم. ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لشركة قمة التميز للخدمات التجارية؟ أكيد لكم طموحات. نعم، إن طموحات تطور الشركة للأفضل. نعم. والأحسن، وإن شاء الله. سيد أحمد حسن أريالات، شو بتحب توجه رسالة لجيل الشباب والشابات، فرسان وفارسات التغيير، نبعد عنهم ثقافة العيب، يتجهوا للطريق الصحيح؟ هو ما ظل في شيء اسمه ثقافة العيب، لأنه. نعم. اليوم زمن عمل. نعم. زمن إنجاز. نعم. ما في عيب. أنا لما بدي أشتغل وأشيل عبء عن أهلي. نعم. وعن أمي ويعيل أسرته أكيد، وعين نفسي. نعم. ما أكون عبء عليهم. نعم. بغض النظر انه قدرت اساعدهم بساعدهم، ما قدرت بشيل العبء اللي انا حاطه عليهم. اكيد، يعني من صار على الدرب وصل، والكل مجتهد نصيب. سيد احمد حسن أريالات، نحن نعيش منظومه نعمه امن وامان، والحمد لله على نعمه الامن والامان. الاردن حديقه داخل حريق، الامور متابعه حوالينا، الله يديم الامن والامان على جميع الدول العربيه. ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. لو قدر لك في هذه الايام ان تقابلت مع جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القياده الحكيمه، في ظل هذه القياده الرشيده، ماذا ستقول له؟ المايك معك والكاميرا أمامك.
سيدنا وتاج راسنا الله يعينه. نعم. مسؤوليات كبيرة عليه، وإحنا بنحاول قدر الإمكان باللي إحنا بنقدر عليه منشيل عبء لو 1%. نعم أكيد أكيد. الله يخلينا يا جلالة الملك عبد الله الثاني من حسين والله يعينه. سيد أحمد حسن ريالات حماة الوطن العين الساهرة، أنت كنت بالسابق أكيد في السلك الأمني، شو بتحب توجه لهم رسالة؟ الله يعطيهم العافية، دائما بسحروا على راحة المواطن. هم العين الساهرة، هم سياج الوطن. نعم. احنا بنقدم لهم كل الامنيات والتقدم بحماية الوطن. نعم. والمواطن اكيد، وحماية الدولة. نعم. لانه بدونهم احنا لا شيء. اكيد اكيد، بضم صوتي لصوتك. الله يعطيهم العافية، جهودهم مشكورة. سيد احمد حسن ريالات، حابين نحدد الان موقع شركة قمة التميز والخدمات التجارية وارقام الهواتف، ايضا اذا لديكم صفحة او الويب سايت حابين نذكرها عبر الشاشة. ان شاء الله بوافيكم فيها. نعم يعني نعم، يمكن الشركة بمجمع مجمع السماح شارع. نعم. المدينة المنورة. نعم. موقعها الرئيسي ولها. نعم. فرع بالصل. نعم. عند جسر دبابنة. نعم. الصفحة الويب سايت أو الفيسبوك هي معتمدة، هي قمة التميز. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الأعمال المعروف السيد أحمد حسن الريالات، مالك شركة قمة التميز والخدمات التجارية وأيضا المدير العام. نتمنى لك توفيق سيد أحمد حسن الريالات، وأيضا شكرا لدعمك لبرنامجنا الوطني إنجازات وطنية. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.